أصدقائي المتابعين، أهلا بيكم. النهاردة الحلقة الثالثة من كورس الربح من اليوتيوب بسهولة، إزاي يبقى عندك قناة يوتيوب وإزاي تحقق منها أرباح بأقل الإمكانيات أو بالإمكانيات المتاحة قدامك. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة من قناتكم عالم أحمد سنوسي. النهارده هنتكلم عن مهارة مهمة جدا، هي ازاي ان انت تطلع فيديو بصورة كويسة وصوت كويس، ودول حاجات مهمة جدا. والاهم من الكلام ده المحتوى اللي انت بتقدمه للجمهور، انت بتقدم ايه وهل عليه طلب ولا لا، وده هنعمل فيه دورة مخصصة ازاي تعرف المجالات اللي ينفع تشتغل فيها والمجالات اللي تحقق الربح، وهندي افكار للقنوات. قبل ما نبدأ عايز اطلب منكم طلب، اتمنى ان الكل يقرأ فتح على روح صديقي احمد سعد زوال او احمد الحاوي، توفاه الله الاسبوع اللي فات وكان من اطيب الناس اللي انا عرفتهم. احمد ليه سلسله حلقات معايا واحنا بنصطاد تعابين لوجه الله، احمد كان من الناس الكويسه وعشان كده ساب ذكرى كويسه ولازم نحيي الذكرى دي. اتمنى قرايه الفاتحه ليه ولكل المسلمين. ركزوا معايا لان الفيديو طويل شويه، لان فيه تطبيقات وفيه تطبيق عملي وفيه كلام نظري كتير، بس هتطلع من الفيديو ده انت عارف تطلع فيديو بجوده ممتازه وبصوت كويس وباقل الامكانيات ان شاء الله. يلا بينا. الفيديو بتاعك عشان يوصل لصفحة المحتوى الرائج لازم أن يكون صورة كويسة وصوت كويس، أحيانا بيكون الصوت أهم من الصورة، بس في الغالب لازم يبقى صوت وصورة ومحتوى. المحتوى هو سيد الموقف طبعا في قناتك على اليوتيوب، أنت بتقدم إيه واللي داخل يتفرج محتاج الحكاية دي ولا لا، وده هنتكلم فيه إن شاء الله. طيب إزاي نطلع فيديو بصورة كويسة؟ أول حاجة ما ينفعش الصورة في الفيديو تبقى مهزولة، يعني أنا بكلمك دلوقتي الصورة عندي ثابتة، وده ليه؟ لان انا بستخدم حامل، الحامل للفيديو مهم جدا جدا جدا. اول حاجه لازم نتكلم فيها الموبايل اللي انت بتصور بيه، اتمنى ان انت تستخدم نوع موبايل يكون بيصور بجوده عاليه. انا عن نفسي معايا تليفونين، تليفون نوفا 3i وده مش بيصور كويس، والتليفون اللي انا بكلمكم منه دلوقتي ده تليفون اوبو. اوبو هي افضل على الاطلاق في التصوير، ده في الفئه المتوسطه، الفئات العاليه انا لسه ما جربتهاش بس ان شاء الله هجربها. المهم خلينا دلوقتي نتكلم عن جودة الفيديو. جودة الفيديو اللي انت بتصوره ده هو المادة الخام اللي انت بتشتغل عليها وبتعمل مونتاج. وبالمناسبة انا بحضر دورة مونتاج على الكامتازيا. الكامتازيا اسهل برنامج ممكن تشتغل عليه وتحقق اللي انت عايزه من ورا. لو انت داخل المجال بقوة، سواء مدرس وبتشرح مادة علمية او سواء صاحب قناة يوتيوب او راجل عندك افكار وحكم وعايز تبينها للناس، لازم تطلع فيديو بجودة ممتازة، وده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. الجودة الممتازة زي ما اتفقنا لازم تليفون يكون بيصور كويس، بس ممكن يبقى معاك احسن تليفون في الدنيا حضرتك ما بتعرفش تصور او بتطلع الصورة مهزوزة او ايدك بتتحرك. عشان كده بنستخدم حامل للكاميرا او حامل للتليفون. الحامل ده سعره رخيص جدا، بيتراوح من 75 جنيه لغاية 4000 جنيه حسب الفئة اللي انت بتستخدمها وحسب استخداماتك. انا عن نفسي بستخدم حامل بـ 75 جنيه ومقضي معايا الغرض و 100 فل و 10، فمش لازم تروح تجيب اغلى حاجة في الدنيا عشان تطلع الجودة اللي انت عايزها. في معلومة اخدتها من صفحة الاستاذ عبد الرحمن صلاح، وده اللي انا بتعلم منه التصوير، بيقول لك امسح كاميرا تليفونك قبل ما تبدأ التصوير. ناس كتير قوي الصورة عندها بتبقى واو، بس عشان الكاميرا مبصمة فبتطلع الصورة اي كلام، فمعلش اتعب شوية كده وامسح كاميرا تليفونك قبل ما تبدأ. ايوه حاجات بسيطة بس لازم نقولها عشان تطلع بفيديو محترم في النهاية. الفيديو بتاعك هو المنتج اللي حضرتك بتقدمه للجمهور. عايز اكلمكم في التصوير عن حاجة تكميلية بس انا عن نفسي بشوفها مهمة جدا، وهي الرينج لايت. هي عبارة عن دايرة، هوريها لكم دلوقتي، عبارة عن دايرة بتطلع ضوء، الضوء ده بيظبط الاضاءة. الاضاءة مهمة جدا، انت ممكن تلاقي حتت فيها شادو، يعني حتت فيها ظل في الكاميرا، وخصوصا لو انت حضرتك بتشرح مادة مثلا زي الرياضيات او اللغة الانجليزية، او حتى بتشرح حاجة في مكان الإضاءة بتاعته مش متظبطة، هتلاقي إن في كلام ظهر وكلام لا، وده طبعا بيضايقك وأنت في مرحلة المونتاج، تبدأ توضح الحتة دي وتخفي الحتة دي وتشيل الحتة دي، وده كلام بيضايق جدا. فحاول إن أنت تظبط الإضاءة على قد ما تقدر، لو إمكانياتك تسمح تقدر تجيب اللايت رينج، وهي بتبدأ من 150 جنيه من غير الحامل لغاية 3000 جنيه و3500 بالحامل بتاعها، وفيها إمكانيات مختلفة طبعا. إمكانياتك على قدك، بنقول لك ابدأ علشان تحقق اللي انت عايزه، عشان توصل المعلومة بتاعتك لأكبر قدر من الجمهور بأقل الإمكانيات، وده الهدف من قناة عالم أحمد سنوسي. في معلومة ملهاش علاقة بالمحتوى اللي احنا بنقدمه النهاردة بس أنا حابب أقولها لكم.
ارباح اليوتيوب مش بالشكل اللي حضرتك متوقعه، ارباح اليوتيوب قليله بس على المدى البعيد هي بتحقق ارباح كويسه ومقبوله، ده حسب الماده اللي حضرتك بتقدمها. فلو حضرتك داخل اليوتيوب عشان تكسب بسرعه، اتمنى روح شوف تطبيق تاني اشتغل عليه، عندك اكتر من تطبيق، عندك توك توك، عندك كواي، عندك حاجات كتير كده مالناش دعوه بيها، خلينا هنا في اليوتيوب لان اليوتيوب لاصحاب النفس الطويل، للناس اللي عايزه تسيب بصمه حقيقيه في الحياه دي. خليني اشارك معاك معلومه، الفيديو بتاعك لازم يكون باقصى جوده ممكنه في التليفون بتاعك، وده ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الفيديو هو الماده الخام اللي حضرتك بتستخدمها وبتعرضها على الجمهور بعد ما تعمل لها مونتاج. لما يبقى عندك الفيديو 720 او فول اتش دي غير لما يبقى عندك 4K، بياخد مساحه كبيره، بس احنا هنقول لكم على التطبيقات اللي بتقدر تحول بيها من مساحه كبيره مثلا 2 جيجا 3 جيجا ل 400 ميجا او 150 او 75، هنقدر نقول معاكم ان شاء الله التطبيقات دي، والتطبيقات دي سهله في استخدامها ان شاء الله، هشرح لكم 2 منهم انا عن نفسي بستخدمهم وما يغلوش عليكم. معلومه تاني في الفيديو، وانت بتصور بلاش التليفون يبقى قائم معاك كده، يعني ما تخليش الكاميرا فوق والسماعه من تحت، لا خلي التليفون بالعرض، التليفون هيبقى افضل معاك، الا اذا كنت ناوي تعمل شرح توضيحي جنب التليفون، يعني لو حضرتك عايز تعرض الصوره وفي المنطقه السوداء اللي على اليمين على الشمال حضرتك عايز تكتب فيهم كتابه بالكيني ماستر مثلا او بالكامتازيا مقبول، بس هي الصوره لما بتبقى عريضه المشاهد بيبقى مستمتع اكتر، بيبقى شايف الزوايا كلها، لو حضرتك بتشرح حاجه على بورد الافضل ان تتصور بالطريقه العرضيه. طبعا حضراتكم شايفيني دلوقتي وانا بصور في المكتب، الحقيقه ان انا مش بصور في المكتب، اللي انا عامله ده مونتاج، الحقيقه ان انا ورايا دي اسمها كروما، الكروما دي بنستخدمها علشان تغير المشهد، الكروما مش غاليه، الكروما سعرها بيتراوح من 200 جنيه لغايه 1000 جنيه. الكروما هي عباره عن سجاده خضراء او ملايه خضراء كبيره بتتحط وراك وبتتشال من المونتاج بكل سهوله. مش مكلفة بس مهمة جدا، حضرتك بتقدر تشيل الكروما تحط فيديو أو صورة أو مكتب أو أي حاجة حضرتك عايزها، وهتساعدك في كورس المونتاج وهوريك خطوة بخطوة إزاي بتشيل الكروما دي من المونتاج عشان نتعلم مع بعض. تعالوا نتكلم عن تظبيط الصوت شوية، لأن الصوت مهم جدا، وفي بعض الفيديوهات مش مهم جودة الفيديو، المهم جدا هي جودة الصوت، لما تكون بتشرح حاجة مش عملية أو بتوضح حاجة، يعني لو حضرتك مثلا بتقول لي مختصر لكتاب معين، أنا مش محتاج أشوف التوضيح بتاع حضرتك، لكن محتاج أسمعك، لو حضرتك بتقول رقية شرعية مثلا زي قناة حصول، حضرتك أنا محتاج أسمعك، محتاج آخد الخلاصة اللي حضرتك بتقولها، لكن مش محتاج أتفرج حضرتك بتعمل إيه، والدليل على كده إن في فيديوهات كتيرة بتبقى عبارة عن صورة ثابتة ووراها الملقن أو الراجل اللي بيتكلم أو اللي بيشرح الحاجة المعينة دي، يبقى الصوت مهم جدا. طيب الصوت هنعمل إيه بقى في مرحلة الصوت؟ عشان تطلع فيديو وصوت محترم انا بستخدم برنامج اسمه اوبن كاميرا، الاوبن كاميرا ده برنامج مفتوح المصدر مجاني موجود على جوجل بلاي. الاوبن كاميرا ده بيخليني اقدر استخدم المايك مع الفيديو، يعني اصور فيديو واستخدم معاه المايك في نفس الوقت. هتقول لي ده طبيعي؟ اقول لك لا مش طبيعي. فيش برامج كتير بتعمل كده، هم تقريبا برنامجين انا بستخدم واحد منهم، في الاوبن كاميرا وفي سينما فايف. سينما فايف انا ما بحبش اشتغل عليه، لكن انا بشتغل على اوبن كاميرا بيأدي نفس الغرض اللي انا عايزه وافضل. طيب بما اننا اتكلمنا عن الصوت، ايه افضل انواع المايكات؟ المايكات هي استثمار في القناه اللي حضرتك عايز تعملها، بمعنى على قد ما تقدر توفر فلوس للمايك انت هتقدر تستفيد من المايك. انا عن نفسي بستخدم مايك من نوع بويا ام 1، بويا ام 1 بيأدي الغرض دلوقتي لغايه اما اعمل ابجريد اجيب حاجه احدث ان شاء الله. بويا هو عباره عن مايك بسلك حوالي 6 متر بيوفر لك سهوله الحركه. طبعا في بوك فلتر هو موجود اهو، بس عشان الظرف اللي احنا فيه فمش هيبقى ظاهر كويس، لكن هقدر اوريكم شكله. ده البويا ام 1. بويا ام 1 هو مايك بسلك 6 متر، في فلتر من فوق بيوضح الصوت وبينقي الصوت وبيقدم لك افضل خدمه موجوده في الفئه السعريه دي. المايك ده بسعره حوالي من 200 جنيه لغايه 400 جنيه. في حاجات اعلى موجوده في السوق، في حاجات اعلى موجوده في السوق، فبلاش تشتري ب 500 جنيه وب 1000 جنيه. المايك المحترم بيبدا من 1500 جنيه لغايه 5000 جنيه، في حاجات ب 12000 جنيه. لو في امكانياتك انك تشتري مايك رودي اشتري مايك رودي او سامسونج.
هيطلع معاك الصوت نقي جدا، حاجه عاليه جدا. فما تقعدش تجرب في الحاجات ام 500 جنيه و600 جنيه، يا اما تشتري بويه يقضي الغرض دلوقتي لغايه اما ربنا يكرمك وتكسب من القناه، لان احنا لسه بنجرب مع بعضينا، يا اما تشتري رودي مره واحده وتبقى راجل بتستثمر في قناه اليوتيوب بتاعتك. وبكده خليني الخص لكم الحلقه الثالثه النهارده من كورس الربح من اليوتيوب، علشان توصل لصفحه المحتوى الرائج وتوصل انك تحقق ارباح على اليوتيوب بسهوله. اول حاجه حضرتك لازم يبقى معاك محتوى عليه طلب من الناس او ليه جمهور عريض وما يخالفش تعليم الدين طبعا. لازم يكون معاك تليفون بيصور كويس جدا، حط 600 شرطه تحت كويس.